مرحبا بكم أحبة المتابعين، أقدم لكم هذه النصيحة الليلة، وهي لو كل شخص زرع أمام بيته أو أمام الفناء البيت شجرة، تخيلوا كيف سيكون شكل المدينة أو شكل الحي اللي نسكن فيه. بس الكثير مننا يتساءل إيش أهم الأشجار اللي ممكن إحنا نزرعها. أفضل شجرة يمكن زراعتها وغير متساقطة الأوراق ولا تتأثر بالعطش وتحتاج 6 أشهر فقط للماء، هي هذه الشجرة والتي تدعى بشجرة التوت. ويوجد في التوت أفضل معالج لأمراض السرطانات، وتوجد لدينا شتلات بفضل الله تجني على هذه الأعمار القصيرة، يعني على عمر سنة بأمر الله. وأنا أتخلص من هذه الشجرة وهي شجرة الفيكس التي تستخدم في الزينة، للأسف الشديد نجدها موجودة في كل شوارعنا وكل أماكننا، وهي تعتبر شجرة فقط للزينة كما تلاحظون، ولا توجد أدنى فائدة لها. التركيز مهم جدا إذن أحبة المتابعين على شجرة التوت، لأنها تقضي على أكثر من 28 نوع من أنواع السرطانات، ولها فائدة عظيمة جدا، وتختلف عن التوت الصناعي، وتمتاز الشتلات حقنا هذه بالجني. شايفين الجني؟ تجني على هذه الارتفاعات، بل أقل من هذا الارتفاع، وهي شجرة جدا 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 غاية في الروعة. أتمنى منكم الاشتراك وضغط الإعجاب ومتابعتي دوما. أهل المهندس محمد حجر، وأهلا ومسهلا بكم في مشتلي دوما.